كاريزما والراس طايل لمركز دايم ما على وايل ومثبت افعالي بالدلايل. انا كاريزما وانا انا كاريزما انا كاريزما ابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبالله رضاكم لاجلكم نبذل اللي لا يقف مستواكم جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة. كاريزماوي والراس طايل لمركز دايم ما على وايل ومثبت افعالي بالدلايل. انا كاريزماوي انا انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا انا كاريزماوي انا كاريزماوي وما بتحدى اقلط على العافية. شكرا شباب لهالتفاعل، شكرا لهالحماس، شكرا لهالحيوية اللي ابتدأنا بها هذا البرنامج الأضخم والأجمل والأروع والأقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم وأحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، حياكم الله أينما كنتم. ومع برنامج كاريزما الآن ابتدأنا وتوكلنا على الله، والدقائق هذه من أشد وأجمل اللحظات اللي أعتقد الجمهور جالس يعيشها. توتر دقائق ماضية وساعات وأيام ماضية مو بطبيعي، التوتر هذا انعكس من المتسابقين وأهاليهم وجمهورهم ومحبيهم، حتى انعكس علينا إحنا في إدارة قناة الواقع الفضائية. ليش؟ لأن الشغل الموجود شغل ثقيل، شغل قوي، حنا بذلنا كل شيء علينا، والقادم راح يكون أجمل وأروع وأفضل، يبقى فقط التوفيق، فهو من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله التوفيق والإعانة. حياكم الله مع برنامج كاريزما، التصفيات عدت وانتهت وقضت، الآن إحنا مع إعلان ومع مفاجآت ومع تحديات ومع منافسات. أناس في الأيام الماضية حصلوا على 7 كروت ذهبية، سمعونا تحية قوية لهم وهم يستاهلون، وألف مبروك لهم. واليوم
يا ما حل اليوم وما أجمله وما أروعه بمفاجآته. قلنا اللي راح يدخل البرنامج 24 متسابق زائد السبعة يكون العدد كم؟ كم؟ 31. تبون يعطيكم حاجة حلوة ولا خليها بعدين؟ أعطيكم الحاجة الحلوة الحين؟ العدد 24، ومن خلال رؤية الإدارة وفريق العمل قالوا 24 ما يكفون، زودناهم إلى 26 متسابق. تستاهلون 26 متسابق مع السبعة الأوائل، كم يكون العدد؟ كم يكون العدد؟ 33. تستاهلون، وفالكم طيب، فالكم طيب، فالكم طيب، وفالكم المليون، وفالكم النوماس، نوماس كاريزما، مليون ريال. الأعين هناك تتجه إلى يوم 90. من سيحمل الراية؟ جيبوا للراية إعداد يا كنترول هنا، جيبوا لي راية نوماس كاريزما وجيبوا لي راية مليون ريال، ستذهب إلى أحدهم في آخر يوم من هذا البرنامج. تبارك الله، أحسن الخالقين، ما شاء الله تبارك الله. نحن الآن في المملكة العربية السعودية وفي عمان وفي اليمن وفي الكويت وفي العراق وفي ليبيا، الترند الأول، ولله الحمد والمنة. يلا أنا كاريزماوي، أنا كاريزماوي، أنا كاريزماوي، أنا كاريزماوي، والراس طايل لمركز دايم ما على وايل، ومثبت أفعالي بالدلايل. أنا كاريزماوي، 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 وبتحدى أقلط على الطالب وأنا اللي بدا مالي على الأول خصم وين الدا. أنا كاريزماوي، أنا كاريزماوي، أنا معاكم واتكلنا على الله، من يدور على النوماس لازم يدله، ابتدينا معاكم واتكلنا على الله، من يدور على النوماس لازم يدله. انشر يا قناة وصلح يا مجرد، جتكم الواقع بحلة وطلة جديد، جتكم الواقع بحلة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبلى رضاكم، لاجلكم نبذل اللي لا يقرب مستواكم، جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة. انا كاريزماوي، انا كاريزماوي، انا كاريزماوي، انا كاريزماوي. يعطيك العافية. شكرا شكرا شباب، شكرا، بيض الله وجيكم. عطنا الرايه هذه يا حبيبنا، عطنا الرايه هذه اللي عندك. لا انت هذه واحده، ايوه النوماس هنا، وعط الثانيه هنا جنبها، اي ممتاز. هذه باقي خلي يطلعونها برا، مره هناك هناك برا. طيب خلها كذا. طيب الان هنا، يا سلام عليك، يلوموني كذا الرجال وما رجلته. هنا نوماس كاريزما، وهنا تعال تعال يا سيف، أعطونا المركز الأول. هنا نوماس، وباقي المليون ريال وين هي؟ هذه كلها نوماس كاريزما، أعطونا المليون ريال. هي رجع هذه. إيه أعطونا الثانية. إحنا برنامج واقعي، أحلى واقعية وأحلى جمال. طيب جيبها هنا. المليون وهذه. يا سلام عليكم، يا سلام، وأحلى كلام. هنا مليون ريال، وهنا نوماس كاريزما. من سيحصل عليه بإذن الله تعالى في نهاية هذه النسخة يا ترى؟ سهل. طب عطنا البيض عشان شكله يكون أحسن. مليون ريال، أيوة، اكسروا الألوان يا شباب، في فن ديكور هنا. طيب اكسروا الألوان، وإحنا مع برنامج كاريزما راح نكسر الدنيا ونكسر الدنيا، لكن دائما إحنا نشتغل على الجديد ونشتغل على المفيد ونشتغل على الكلام الرائع المميز. سلطان أبيه، ارجع مكانك، بيض الله وجهك عشان والله بسعدك، ثبت قلبك، الله يطول عمرك. جلبك. طيب صلي على رسول الله.
خلكم معي، واحد الصوت، استريح يا الحبيب يا الغالي، استريح. بما أن بدأنا في البرنامج في الشارة الصوتية تغيرت وتبدلت، والمشكلة عندنا ما صار يعجبنا العجب للصيام في رجب على قولتهم. الشارة سمعتوها ولا هي بالشارة المعتمدة إلى الآن، ترى إحنا لازمنا نبي الكثير والكثير، هذه بس حقة الافتتاحية وحقة اللعب وسعة الصدر، بما أن في إجازة صيفية وبما أن الأجواء الصيفية حارة بنبرد على أنفسنا بمثل هالشيلات الجميلة والرائعة. بعدها أنا وإياكم يا شباب والسادة المشاهدين ندشن، وعلى بركة الله. إيش يا شباب يا كنترول؟ الله 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 الله، منيب وينك يا منيب؟ وارفع الصوت عالي وندشن، وإياكم يا شباب الهوية الجديدة، الصوت والجرافيك لبرنامج كاريزما 2، ومع الجمهور نروح ونشوف. ارفع الصوت يا منيب، ارفع الصوت. أنا كاريزماوي والرأس طايل لمركز دايل.